بسم الله الرحمن الرحيم متابعي القناة، أسعد الله أوقاتكم إلى هذا الفيديو الجديد. الصور التي تظهر أمامكم هي لملعب حسين آيت حماد اليوم، والتي توضح مدى جاهزية أرضية الميدان، والتي هي حاليا في أبهى حلة، ولم يحدث لها مثل ما حدث في كل من ملعب براقي وكذلك ملعب 5 جويلية الأولمبي. إذن كل الشكر للقائمين على هذا الملعب والذين لم يقوموا بالتخلي عن الصيانة اليومية لأرضية الميدان التي أصبحت في أبهى حلة. ولكن الشيء السلبي هو المدرجات التي أصبحت بحاجة ماسة إلى تنظيف كلي، وهذا من أجل أن تصبح جاهزة لاستقبال الجماهير القبائلية مع افتتاح الملعب الجديد. لهذا نتمنى من السلطات المحلية وكذا مديرية الشباب والرياضة لولاية سيدي زوزو على الانطلاق في حملة تنظيف لمدرجات الملعب قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، خاصة وأن شبيبة القبائل ستعتمد ملعب حسين آيت حماد من أجل استقبال مبارياتها في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وهذا شيء سيضيف من جمالية الملعب، خاصة وأن كل شيء جاهز في الملعب، فقط بقي أن يتم تنظيف مداخل ومدرجات الملعب ليكون المناصر في أريحية أثناء ولوجه إلى الملعب. وللتذكير فإن عملية بيع التذاكر الإلكترونية من أجل الولوج إلى الملعب لم يتم اعتماد ثمنها لحد الساعة، ولكن كل المؤشرات تدل على أن ثمن التذكرة سيتراوح بين 500 دينار جزائري. لهذا نتمنى أن يتم تخفيض ثمن التذاكر إلى 300 دينار جزائري، أي 30,000 في المدرجات العادية و 50,000 في المدرجات القريبة من المنصة الشرفية. هذا هو الجديد الذي أردت أن أقدمه لكم في هذا الفيديو عن آخر الصور الخاصة بملعب حسين آيت حماد في تيزي وزو، والذي أرضيته في حالة جيدة، فقط تبقت عملية تنظيف المدرجات ويكون الملعب جاهز 100% لاستقبال الجماهير في الأيام القليلة القادمة. في الأخير دائما إخواني، قبل أن أختم الفيديو، إذا لم تكن مشترك في القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس، وهذا ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.